فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: مر معنا أن البنت ترث النصف وبنت الابن ترث السدس معها تكملة للثلثين. نعم. يقول: ما معنى تكملة للثلثين؟ واضح هذا، ضم السدس إلى الثلث يكمل ثلثين. هذه أي نعم. فضيلة الشيخ، إذا أخذت نصف الشيء وضممت إليه سدس الشيء، وش يبقى؟ وش يصير؟ يصير ثلثين. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.